السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تنسيق صفحات الويب باستخدام لغة الترميز CSS. والنهاردة هنتكلم شوية عن شوية بروبرتيز مهمة في CSS، فخليكوا معنا. لو فرضنا ان انا ضفت الباراجراف دوت قبليه h2 اهوت، وادي الباراجراف اهوت ماشي، وخليت له كلاس اسمه برا ماشي، وجيت هنا فايل سيف اول عشان يطلع لي الباراجراف بالشكل دوت ماشي، باراجراف طبيعي عن كوفيد 19، ما علينا يعني النص بتاعه انا جبته من على الانترنت وخلاص. بيقولوا دكتور اسمه حنان بخلي، مع او حنان دي واحده ما اعرفش يعني، انا جبت الباراجراف ده من على النت كتست يعني دينا ماشي. وتعالوا نعمل ننسق الباراجراف دوت باستخدام CSS. ممكن هنا نحط مثلا البي ونقول هنا دوت الكلاس اللي هو هنا برا ماشي، ونفتح قوس ونقفله. وهنا هوت كده ممكن نقول هنا الكلر، هنقول مثلا الكلر زي ما خدنا في حلقة الكلر بيربل، ممكن نكتبه بالاسم. ونخلي الفونت سايز بتاعه ممكن نخليه لارج، لارجر، سمولر، اكس لارج، اكس سمول، كل المقاسات ديت. او ممكن ندخله بالبيكسل عموما نخليه 15 بيكس ماشي. ونعمل كده فايل سيف اول ماشي، ونروح للموقع بتاعه نتفرج عليه. شوف اول فاست سايز بتاعه اتغير واللون بتاعه اتغير. الفكره هنا في ايه؟ الفكره في هنا، في هنا قلت له كل في السلكتور هنا كل باراجراف ويكون الكلاس بتاعه اسمه برا، او اختصار لكلمه باراجراف. اوكي، ممكن الباراجراف ده ما يبقاش ريدابل قوي لان هو تحس ان السطور لازقه في بعضيها، فتعالوا نستخدم بروبرتي اسمها ايه؟ اللاين هايت، لاين هايت ماشي. ممكن نخلي الارتفاع مثلا 1.5 ونستخدم المقياس EM. اوكي، وهنا نعمل فايل سيف اول وتعالوا نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. لو عملنا ريفرش هتلاقي شوف المسافات اصبحت اكبر بين كل لاين والتاني، ودي تديك يعني قدرة للقراية افضل وانت بتنسق الموقع بتاعك. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة تانية خالص في CSS، وحاجة مهمة جدا، وهي البوكس موديل ماشي. ايه هو البوكس موديل؟ البوكس موديل باختصار اي element موجود في HTML، اي المنت عموما بيبقى عليه layers. ممكن تستخدم انت layers ديت وممكن ما تستخدمهاش، ممكن تignoreها تطنشها يعني، وممكن تستخدمها فتساعدك في اضافة شكل جمالي للelement دوت. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام دوت؟ خلينا ناخد مثلا النص اللي احنا لسه كاتبينه ده مثال. البي هنا اللي هو الباراجراف بتاعنا، الباراجراف بتاعنا دوت عبارة عن content هوت ماشي. الكونتنت دوت المفروض ان هو لما بيخش السي اس اس اهوت، لو جيت دوست اف 12 وقفت عليه كده اهوت، او شايف عامل لك حواليه حيز، لو وقفت عليه اكتر هتلاقي في صوره عندك في الاتش تي ام ال اهو، شايف اهو ده الكونتنت، ده البادنج والبوردر والمارجن ماشي. الكونتنت اللي هو الكلام او المحتوى بتاع البوكس دوت او البوكس موديل دوت. تاني حاجة البادنج، البادنج وهي المسافة اللي بين الكونتنت دوت وبين البوردر. البوردر ده بقى حاجة ممكن تترسم بوردر زي دوت كده، زي اللي احنا عاملينه في الاولاني دوت اهو، شايف هنا اهو ادي البوردر اهو ماشي، البوردر اللي هو الحد دوت ماشي. تاني حاجة المارجن، المارجن ده اللي هو المسافة بينه بقى بين الاليمنت ده والاليمنت اللي قبليه واللي بعديه من اليمين والشمال. طبعا ده لازم تاخد بالك ان كل سايكل متغلفة ماشي. خلي الصورة ديت في ذهنك جدا، كل اليمنت هتستخدمه، كل كونتنت هتستخدمه، لازم تعرف ان فوقيه تلاتة لاير. اول لاير البادنج، ودي المسافة
اللي بين البوردر ماشي والكونتنت ممكن تزودها تقللها ماشي. تاني حاجة البوردر ذات نفسه اهوت اللي هو الحيز الجمالي اللي انت ممكن تحدد بيه المكان بتاعك تحطه جوه بوكس او حتى تلغيه، مش لازم يعني يكون موجود، بس لو اي حاجة من دولت انت لغيتها قيمتها هتبقى بصفر، ساعتها مش هتظهر ومش لازم تظهر او ديفولت ماشي. زي المارجن بيحط لك مارجن افتراضي كده بين اي واحده واحده. تاني حاجه المارجن، وده المساحه اللي بين الكونتنت بتاعك او البوكس موديل بتاعك وبين اي بوكس موديل اخر. ده اي المنت عندك في ال HTML و CSS لازم تبص له من هذا المنطلق. مش فاهم الليله دي قوي، هات الموقع بتاعك اللي انت شغال عليه ودوس F12 ودوس فوق كده اهوت سيلكت ان اليمنت ان بيج اهوت، واقف على اي اليمنت وشوف ايه المربع دوت، وهيقول لك البادنج بتاعك قد ايه، البوردر بتاعك عامل ازاي، المارجن بتاعك عامل ازاي. وهي ديت يعني ما حاجه من الحاجات اللذيذه اللي في جوجل كروم، وعشان كده انا بحب استخدمه دايما في التصميمات ايه بتاعتي. فانت لازم تخلي بالك البادنج البوردر المارجن وجواهم الكونتنت، ده شيء مهم جدا. تعالوا كده نيجي هنا، وعشان يبقى الموضوع واضح اكتر نحط باك جراوند لل بتاع ده يكون واضح شويه. ممكن نستخدم هاش E5E4D7 اوكي، عشان اخليه بس واضح عن الخلفيه بتاعته. سيف اول، واهو شايف كده انا وضحته اكتر عن الخلفيه بتاعته عشان نقدر نفهم المفهوم اللي احنا بنتكلم ايه فيه. تعالوا بقى نزود البادنج اهوت البادنج ونخليه مثلا 20 بكسل. اوكي نعمل فايل سيف اول ونشوف الموقع بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده اهوت، اهو المسافة اللي اصبحت بين البوردر دوت اللي احنا شايفينه اهوت وبين الكلام اللي مكتوب هنا ان هو الكونتنت ماشي اصبحت 20. تعالوا نشوف اللاير، لو وقفنا هنا على سيلكت اليمنت وعملنا سيلكت هتلاقي البوردر بقى عندك 20 من كل ايه النواحي. ده طبعا الكونتنت بتاعي، ده هنا البادنج اللي هنا اللي هو بين البوردر وبين الكونتنت اهوت اصبح 20 بكسل. شوفوا حطيت لك حتى عليه حيز اهوت، شايف كل ما اقف عليه بيحيزه بلون اخضر فاتح كده اهوت يميزه عن بقيه ايه الصوره عشان يعرفك ان هو ده ايه البادنج بتاع ايه الكونتنت ده. اوكي فاصبح دلوقتي بين البوردر اللي هو قيمته بصفر لان احنا مش حاطين بوردر اساسا، بين البوردر وبين الكونتنت 20 سنتي او 20 بكسل سوري. تعالوا بقى نغير البوردر، ممكن هنا نيجي طبعا نكتب بوردر كولر ونخلي الكولر بتاعي للبوردر دوت مثلا هنا بلاك اوكي، ونعمل عرض للبوردر فبوردر وايت هنقول مثلا عرضه 2 بي اكس اوكي، وهنا البوردر ستايل طبعا في حاجات كتيره داشز دوتت دبل اللي هو مزدوج، لا احنا خليه سوليد اللي هو خط واحد كده سوليد واحد، الباقيين دول كلهم هنتطرق لهم مستقبلا واحنا شغالين في الكورس بتاعنا. ونعمل فايل سيف اول ونيجي كده نشوف النتيجه عامله ازاي. شايفين ادي البوردر اترسم بالمواصفات اللي احنا عايزها. هتيجي هنا بقى برضو سيلكت وتقف عليه وتبص على البوردر والبادنج، البوردر اهو 2 اهوت من كل النواحي ماشي، والبقيه القواس بتاعته اللي هو اسود وسوليد والعرض بتاعه 2 بكسل. شوف انت بتقدر تتحكم في الموضوع لدرجه ايه، وده يعني من المميزات الرهيبه اللي بيقدمها لك السي اس اس، ان هو بيخليك تتحكم فيه تحكم تام، وده اللي بيخليك تعمل الستايل اللي انت عايزه بالظبط، وبتشوف الستايلات الرائعه طبعا لمعظم المواقع على الانترنت. فاضل بقى ان احنا نتكلم ايه على المارجن، فتعالوا كده الاول ناخد دوت الباراجراف بتاعنا ده نعمله كابي كده اهوت اهو
ونخلي دوت اسمه باراجراف واحد، وناخد الكود بتاع السي اس اس برضو نعمله هنا كابي ماشي، ونخليه بيقابل الباراجراف واحد، ونخلي ده مثلا هنا ايه بلاك اللون بتاعه بحيث يبقى مختلفين ايه عن بعض. ولو عملنا فايل سيف اول وجينا هنا فتحنا الصفحة بتاعتنا عملنا ريفريش، هتلاقي ايه نفذ اللي احنا عملناه ايه بالظبط اللي هو قسمه على اتنين. فانت هتلاحظ حاجة ان هما مش ان بين البوردر ودوت والبوردر دوت هم مش لازقين في بعض. ليه؟ لان هو عامل اوريدي مارجن من فوق ومن تحت. المارجن ديت زي ما تقول كده ايه ديفولت 15، هو لو انت سبتها بيخليها ديفولت، لازم يعمل مارجن بين الايتمز وبعضيها. تعالوا بقى نكتب فيها مارجن اهوت، وهنيجي هنا نعمل مارجن وهنقول مثلا هو 20 بيكسل هو كمان، ونعمل فايل سيف اول وهنبص كده اهوت. لو عملنا ريفريش هتلاقي ايه المارجن زاد من خلينا كده نسلكت دوت اهو، المارجن زاد من فوق ومن تحت واصبح كله ايه فرق ايه 20 بكسل ماشي، بين دوت ودوت 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 اللي هو من فوق ومن تحت وبين يمين والشمال. طب انا لو عاوز ازود بس من فوق ممكن اروح تاني للكود بتاعي واعمل هنا مارجن توب، شايفين في مارجن توب بوتوم ليفت رايت ماشي، ففي اللي هو ايه المارجن توب وباتوم وليفت ورايت، ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيروح للي فوق ولتحت والشمال واليمين. وعلى فكره البادنج برضو البادنج في نفس ايه المقاسات ديت. فمثلا لو انا رحت التوب وخليته 50 بيكسل وجيت هنا عملت فايل سيف اول وجيت رحت الصفحه بتاعتي وعملت ريفريش، هتلاقي ايه المسافة زادت لان اصبحت من فوق بس 50. انت ممكن تحط المارجن محدد، لو حطيت مارجن بس هيمشيها لك ايه الرقم ده هيبقى على كل ايه الاتجاهات، لكن لو حطيت مارجن فوق مارجن يمين شمال قصدي يمين شمال تحت، ساعتها انت ممكن انك انت تتحكم في المارجن دوت من الجهة اللي انت عايزها بس. وده نفس اللي بيمشي مع المارجن، نفس ايه اللي بيمشي مع البيدنج. مش عاوز اطول عليكم النهارده، انا حاسس ان انا قلت معلومات كتيره، فيا ريت لو عندك استفسار من اي نوع في الكومنتس بوكس بتاع الفيديو. واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لك جميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.